هذه التظاهرة الهامة يطيب لي أن أرحب بضيوف جمعية مرضى السرطان، وأتمنى النجاح والتوفيق لندوتنا هذه السرطان وجودة الحياة. بكل حب وتفاؤل وتشبث بالحياة الكريمة في تونسنا العزيزة بشعبها الكريم النبيل الوفي، نستهل عملنا معا نتحدى الصعوبات، معا نتحدى السرطان. تحيا تونس. إن شاء الله استمتعتوا بالفيلم هذا اللي عديناه لكم. هذه حقيقة، هذا واقع، الكل موجود، وإن شاء الله ما نقولوش أنا وصلنا، عمرنا ما نوصلوا، وديما احنا طموحين باش نحققوا أكثر وأكثر، طموحين باش نحدوا نسبة مرض السرطان، وبالأخص نسبة الوفيات بالأخص في سرطان الثدي اللي هو توا ينجمو بأن بون بلان كانسير، نجمو نوصلوا للزو سنتي وحتى سنتي. علاش لا؟ احنا عندنا كفاءات كبيرة، احنا التوانسة متكونين، احنا ماناش بعاد على أوروبا، على فرنسا اللي هي توا ولات متقدمة ياسر، لما لا؟ وما عادش معناتها ما عادش نقبلوا مرأة تموت بسرطان الثدي في تونس. هذا هو. دونك ان شاء الله كنا اليد في اليد مجتمع مدني اللي هو فعال في تونس وبرهن في كل المجالات الخدمة متاعو والنشاط متاعو والعزيمة، وبالأخص جمعية مرضى السرطان اللي هي متشبثة بالحق وبالحياة، الحياة الكريمة من أجل حياة جيدة، من أجل المداوات والحياة الكريمة والجيدة. عاودوا رايا بالإحساس vivre et laisser les autres vivre. Encore une fois. Une dernière fois. ما تحلوش عينيكم، معناها عيش وخلي الناس تعيش. Peace and love. Peace and love. عاودوا لي مرة أخرى. Peace آخر مرة. ما تحلوش عينيكم، معناها سلم وسلام في ذاتكم يا ربي، أمينة. سلم وسلام في البيوت متاعكم، وطاقة إيجابية في البيت والمنزل متاعكم يا ربي، أمين. سلم وسلام وفرحة في مجتمعنا التونسي يا ربي، أمين. سلم وسلام في العالم الكل. Vous êtes là pour envoyer une énergie positive à la planète Terre. Alors on a besoin فرحكم. يزينا من التفرقة، يزينا من الحروب، يزينا من العرف، يزينا من المشاكل. Stop. هذه الكل الطاقة أنا نبعثها، أنت تبعثها، أنت تبعثها، أنت تبعثها. دونك الكلكم مسؤولين على الطاقة متاع تونس، والكلكم مسؤولين على الطاقة في بيوتكم، والكلكم مسؤولين على الطاقة متاع البلانيت أرض اللي اسمها أرض، اللي ولد فيها برشا مشاكل، كلنا مسؤولين عليها.
مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. نحب نعرف عجبتكم اليوم هذايا، هو حضوركم حتى للوقت هذا يدل اللي انتم عجبتكم واللي انتم استفدتوا ان شاء الله، وان شاء الله كلنا يد واحدة ولكلكم جمعية مرضى السرطان، الكلكم صحيح بالمريض راهو، كل واحد فينا حتى لو كان صحيح عنده في عائلته في جيرانه شكون مريض، الكلنا مع بعضنا يد واحدة ضد السرطان، الكلنا نتحدى السرطان بكل حب، بكثير من الحب نتحدى السرطان ونغلبوه ان شاء الله بالعزم وبالحب والتشدد في الحياة. مدام اجا بحدنا أنا اليوم حسيت روحي خرجت الطاقة الإيجابية كلها، فرحت نيجاتيف وضحكت إيجابية. أنا ما زلت قاعدة نتعالج، مازالت ما كملتش. حسيت روحي أنت قوية، أنت قوية الحمد لله. بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بكم الكلكم، يجوا بحدنا في الجمعية مرحبا، اللي عنده حاجة اللي عنده استشارة اللي عنده حاجة مرحبا بكم ناس كل، وكما عودناكم ديما في الاستماع احنا نحبوا نسمعوكم ونحبوا نعاونوكم، مرحبا بكم. وان شاء الله في مناسبة أخرى احنا نعملوا برشا راهو دورات، وان شاء الله كل مرة نستدعاكم تكونوا عند الطلب، مرحبا بكم مرة أخرى.